مرحبا صديقي المشاهد، إذا كنت تريد عمل مثل هذا الصليم كما تلاحظ صليم خرافي ولهم جدا ولا يلتصق أبدا مع اليد. إذا كنت تريد عمل مثل هذا الصليم ابقى في الفيديو الأخير. هذا الصليم سهل جدا ومعمول بالفازلين والسكر وبعض المكونات المنزلية، وسوف أعطيك البدائل وسوف أشرح كل شيء إن شاء الله في هذا الفيديو، لذلك يبقى في الفيديو الآخر لأننا سوف نعمل سلايم بمكونات متميزة وسوف أشرح كل شيء والبدائل وأين تباع المكونات وكل شيء. كما تلاحظ السلايم خرافي جدا، لاحظوا ما الجودة الخاصة بالسلايم، رائع جدا وأيضا لونه خرافي. المهم لنبدأ الفيديو على بركة الله بعد الإنترو. مرحبا بكم أصدقاء القناة، معكم مستر سلايم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بتجربة وصفة رائعة جدا لم نجربها ولا مرة في القناة. هذه الوصفة هي السكر والفازلين. أول مرة سوف أجرب هذه الوصفة، شاهدتها العديد من المرات على اليوتيوب وقلت لما لا أجرب هذه الوصفة، سوف تنجح معي أم لا. المهم كل شيء سوف يظهر أمامكم. قبل أن نبدأ، إذا كنت جديد في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس، أما إذا كنت من أصدقاء القناة الأوفياء فلا تنسى دعمي بلايك للفيديو وترك لي أي تعليق، فهذا سوف يساعدني كثيرا على رفع الفيديو وأن يشاهده أكبر عدد من الناس. ونبدأ على بركة الله. أولا سوف نقوم بأخذ إناء وملعقة كالعادة كما تلاحظون. ونسيت أن أقول لكم شيء، أنا شخصيا أرفع فيديو يوم مثلا أرفع في القناة الأولى واليوم الثاني أرفع في القناة الثانية، لذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة الثانية والدخول لعمل العديد من الصليمات وعمل العديد من الصليمات التي تعمل البالونات. المهم أين هي القناة الثانية؟ ها هي القناة الثانية، لا تنسوا الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس لأنني أنشر بها دوما. ونبدأ الفيديو الخاص بنا على بركة الله. المهم قمت بأخذ القليل من السكر الأبيض كما تلاحظون معي، سوف أنقص الحجم لأنه يظهر لأنه كثير جدا. المهم سوف اكتفي بهذا الحجم الذي يظهر امامكم. والان سوف نستعمل المكون الثاني الذي ذكرنا في هذا الفيديو وهو الفازلين. سوف استعمل القليل من الفازلين، اي نوع لديك لا يهم الشركه، ومهم فازلين. المهم سوف استعمل القليل على هذا الشكل كما تلاحظون معي، قمت باستعمال القليل من الفازلين. كما تلاحظون الآن لدي في المكونات الفازلين ولدي السكر. المهم سوف أقوم بإضافة المكون الثالث وهو الماء، سوف أستعمل قليل من الماء مع هذه المكونات كي أخفف التركيز الخاص بها كما تلاحظون معي، وأيضا كي يكون معي السلايم في الأخير متغطي كما تلاحظون معي. قمت بإضافة القليل من الماء مع هذه المكونات. المهم والآن سوف نستعمل المكون الرابع وهو الغراء كما تلاحظون معي. سوف نستعمل القليل من الغراء الأبيض كما ترون. لدي الآن الفازلين ولدي السكر ولدي القليل من الماء، والآن سوف أستعمل الغراء كما تلاحظون على هذا الشكل. المهم كما ترون سوف أقوم بخلط المكونات. لدي هنا الغراء ولدي الفازلين ولدي السكر ولدي الماء، سوف أقوم بخلطهما جميعا مع بعض كما تلاحظون على هذا الشكل. والآن سوف نستعمل القليل من بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم يباع في الصيدلية بتقريبا 3 دراهم للعلبة الصغيرة، سوف استعمل القليل منه كي لا يلتصق معي السلايم في الأخير كما تلاحظون، وسوف أقوم بالخلط. سوف أخلطه جيدا مع باقي المكونات. أما بالنسبة للغراء فيباع في المحلات التي تبيع منتجات البناء أو الصباغة، فسوف تجد أيضا ضمنها سوف تجد الغراء أو لصاق الخشب كما يسمى في المغرب. المهم سوف أقوم بخلط المكونات جيدا على هذا الشكل حتى يذوب الفازلين في الغراء كما تلاحظون معي على هذا الشكل، حتى لا تكون هذه الحبيبات، حتى يذوب يعني كليا. المهم سوف أقوم بخلطه جيدا وأعيد لكم. المهم قمت بخلطه جيدا، والآن سوف نستعمل الملون. أريد هذا السلايم أن يكون باللون الوردي، لذلك سوف أستعمل القليل من اللون الأحمر فقط مع اللون الأبيض، وسوف يعطيني اللون الوردي إن شاء الله الذي أريد كما تلاحظون معي. سوف أستعمل القليل من اللون فقط كي يعطيني اللون الوردي، وسوف أقوم بخلطه مع المكونات. إذا وصلت إلى هذه المرحلة وكنت غير مشترك أو لم تعمل لايك بعد، فلا تنسى عمل لايك للفيديو لأن هذا سوف يشجعني إن شاء الله على رفع المزيد من الفيديوهات. كما تلاحظون أعطاني اللون الأحمر لأن هذا اللون الذي لدي قوي جدا، لذلك قطرة فقط منه أعطتني اللون الأحمر. المهم لا بأس، لون جميل.
المهم كما قلت لكم انا اريد السلايم ان يكون باللون الوردي ولكنه اعطاني اللون الاحمر، لذلك سوف اضطر لاضافه له رغوه الحلاقه، سوف اضيف له رغوه الحلاقه باللون الابيض كي اخفف من اللون الاحمر ويعطيني ان شاء الله اللون الوردي الذي اريد، وسوف اقوم برجعها كثيرا. بالنسبه لكم انتم يمكنكم تخطي هذه الخطوه، فرغوه الحلاقه ليست ضروريه، انا فقط قلت لكم السبب الذي جعلني اضيفها، انتم يمكنكم تخطي هذه الخطوه سوف ينجح معكم السلايم. المهم انا اخبرتكم لماذا، فقط لانني اريد اللون الوردي، ما يقود باضافه القليل من الرغوه على هذا الشكل، وسوف اقوم بخلطها مع المكونات لتعطيني اللون الوردي، كما تعلمون اللون الاحمر غامق مع اللون الابيض يعطينا اللون الوردي كما تلاحظون. بدا اللون يفتح معنا ويعطيني اللون الوردي كما تلاحظون على هذا الشكل، وسوف استمر في الخلط والتقليب. المهم أصدقائي الآن قمت بخلط المكونات جيدا، لدي هنا أول مكون ولدي هو الغراء، ولدي بيكربونات الصوديوم، ولدي السكر، ولدي الفازلين، ولدي أيضا رغوة الحلاقة. المهم لدي هذه المكونات في الخليط، الآن ماذا يحتاج مني كما تلاحظون الخليط ثقيل جدا كما تلاحظون، يحتاج مني فقط الآن المحفز. المهم سوف أضيف الآن المحفز لهذا المكونات لهذه المكونات كي يجمع إن شاء الله ويصبح معنا السلايم ونصل للنتيجة التي نريدها إن شاء الله جميعا في هذا الفيديو. المهم سوف أريكم المحفزات الموجودة هناك، أول محفز وأرخص محفز هو كريم الحلاقة كما تلاحظون، هذه العلبة الصغيرة تساوي 3 دراهم فقط في المغرب، اسمه كريم الحلاقة وليس رغوة الحلاقة، هناك فرق بينهم. ولدينا هذه العلبة الكبيرة تساوي بين 5 دراهم و7 دراهم كما تلاحظون، جميلة جدا، تقوم بأخذها هكذا وتضيفها للسلايم وسوف يتماسك معك. وأيضا هناك محفز آخر والذي سوف نستعمله في هذا الفيديو هو البرسيل، البرسيل من أقوى المحفزات وأغلى المحفزات، أما إذا كنت تريد محفز رخيص فقم بشراء كريم الحلاقة. المهم أنا في هذا الفيديو سوف أستعمل البرسيل لكن أعطيتكم البديل، وهناك أيضا محلول العدسات أيضا مفعوله مثل مفعول البرسيل. المهم سوف أضيف القليل من البرسيل كما تلاحظون على هذا الشكل كي يجمع معي السلايم بسرعة، كما ترون لأن كما قلت لكم البرسيل قوي جدا والسلايم بدأ يتماسك معنا كما تلاحظون على هذا الشكل، وسوف أقوم بالتقليب والخلط وسوف أضيف البرسيل إلى حين أن يتماسك معي السلايم كليا، والنتيجة سوف تكون رائعة إن شاء الله. فقط ابقوا في الفيديو للآخر ولا تنسوا عمل لايك للفيديو. كما ترون معي السلايم بدأ يتماسك ويجتمع كما تلاحظون، يجتمع تقريبا، فقط بالقليل من الالتصاق مع جوانب هذا الإناء الخاص بي، لذلك سوف أستعمل مزيد من المحفز. أنصحكم كثيرا للناس التي تريد عمل السلايم أول مرة أن تشتري محلول العدسات، فهو رخيص جدا على البرسيل، أو تبدأ بكريم الحلاقة، كريم الحلاقة أرخص محفز يوجد تقريبا، وهناك أيضا ديكار وهناك البوراكس، لكن هذه 3 محفزات التي وجدتها شخصيا في المغرب، يمكنكم البحث على المحفزات الأخرى يمكن أن تجدها. كما تلاحظون سلايم تقريبا تماسك معنا، تبقت لنا خطوات قليلة فقط إن شاء الله ونلعب بالسلايم. المهم قمت بدهنيتي بالمحفز كي لا يلتصق معي السلايم باليد. المهم سلايم تقريبا جاهز تقريبا معنا، وأيضا بالقليل من الالتصاق، لكن سوف أزيل الالتصاق إن شاء الله الخاص بي عن طريق المحفز. المهم كما ترون السلايم رائع جدا وبه العديد من الأصوات الخاصة بالسلايم، لكنه المشكلة الوحيدة هو أنه يلتصق. المهم الآن كما تلاحظون هذا هو الشكل النهائي الخاص بالسلايم الخاص بنا، كما تلاحظون السلايم رائع جدا، لاحظوا معي الشكل الخاص بي وأيضا مطاطي ولا يتقطع أبدا. المهم السلايم خرافي جدا، أتمنى تجربوا هذا السلايم في بيوتكم، أتمنى أن ينجح معكم. سوف نلعب به الآن ونعمل به العديد من الألعاب من ضمنها البالونات، سوف نقوم بجربة البالونات، هل سوف تنجح بهذا السلايم أم لا. المهم كما تلاحظون السلايم مطاطي جدا وبه العديد من الأصوات كما تلاحظون معي، واو. المهم سوف نحاول او سوف نجرب البالونات، هل سوف تنجح بهذا السلايم ام لا امامكم. المهم هذا السلايم لا يريد عمل معي البالونات، لكن على العموم سلايم رائع جدا، لا يريد عمل البالونات لانه اظن انه صغير او لا اعرف لماذا السبب لماذا لا يريد عمل البالونات، حاولت مرارا وتكرارا لكنه لا يريد عمل
البلوت، لكنه على العموم سلايم خرافي جدا، اتمنى تجربوه. وكان هذا كل شيء في هذا الفيديو، اذا عجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والى اللقاء، اراكم في الفيديو القادم.